بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساه الى اخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في وفاة دولة السيد زيد سمير الرفاعي رئيس الوزراء الاردنية الاسبق اعرب جلالته في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لاخيه العاهل الاردني ولاسرة الفقيد ولشعب المملكة الاردنية الهاشمية راجيا من الله العلي القديم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.